راح نتعرف عليها إن شاء الله أكثر عن قرب من خلال لقاءاتنا مع المسؤولين. مرحبا أختي خلود المالكي، يعطيك العافية. احنا حاليا موجودين في مدرسة العوسي، أعطيني بس فكرة ملخص عنها. يا هلا وسهلا فيكم في أكاديمية العوسج. أكاديمية العوسج بدأت سنة 2006 بمركز التعلم، وبعدها تطورت إلى أكاديمية العوسج 2008. أكاديمية العوسج مدرسة تعنى بالطلاب صعوبات التعلم، وصعوبات التعلم كذا نوع، من عمر الروضة ولحد الصف الثاني عشر. الآن احنا وين وصلنا اختي خلود؟ احنا وصلنا المدرسة الابتدائية، المدرسة الابتدائية من صف الروضة حتى الصف الخامس، وهذه الجهة اللي هي فيها صفوف الروضة، الصف التمهيدي. وطبعا تشوف انت الأغلب البيئة الصفية او البيئة المدرسية تعنى بهالفئة او هاي الأعمار من الطلاب. طيب نقدر ندخل الصف نشوف من داخل؟ اكيد، حياكم الله. هذا اول صف، هو صف الروضة، عمر 4 سنوات. هذه التجربة جديدة بديناها السنة. أوكي. وطبعا هاي التعلم في هذا صف الروضة أكثر يعتمد على المهارات، الطلاب يتعلمون المهارات الأساسية اللي تعدهم إنهم يكونوا مستعدين للصف اللي بعده اللي هو الصف التمهيدي والصف الأول. طبعا هاي نموذج للبيئة الصفية المتوفرة في العوسج اللي تساعد على بناء مهارات الطلاب من مرحلة الروضة وحتى الصفوف العليا. يعتمد موجودة السبورة الذكية، موجودة الأدوات الحسية، البطاقات، الطاولات والكراسي اللي تساعد، الجلسة الأرضية اللي تساعد على تعلم الطلاب، البطاقات. دائما تلاحظون أن البطاقات الطباعة فيها تكون بخط عريض وكبير عشان تساعد على تعلم الطلاب أكثر وأكثر. كل صف إحنا من صفوفنا يعتمد على معلمة، معلمات مساعدات، لأن احتياجات الطلاب تحتاج أن يكون في الصف أكثر من معلمة واحدة لدعم سلوكهم وتعلمهم أيضا. خلصنا مرحلة الروضة أخواني وأخواتي، الحين انتقلنا إلى مرحلة الرابع والخامس ولكن الطابق العلوي، ورح نتعرف على الأنشطة ونظام التدريس في هذه المرحلة لأنها فعلا مهمة جدا. شو غرفة هذا الحين؟ أعرفكم على غرفة الأخصائي الاجتماعي في المدرسة. طبعا الأخصائي الاجتماعي يشتغل جلسات فردية مع الطلاب، يساعدهم على السلوك، ضبط السلوك، وبالتالي لما يدون إلى الصف الدراسي يكونون أكثر قدرة على ضبط سلوكهم في الصف الدراسي، وهذا طبعا يدعم تعلمهم. الحلو في أكاديمية العوسج أنهم أيضا يخصون للطلاب وقت محدد لتناول طبعا فطورهم أو أنهم يعني يريحون شوية بدل الضغط اليومي للدراسة. أنتوا أيضاً الوقت شلون؟ شوف الوقت والطلبة ملتزمين بالوقت أيضاً. طبعاً تستغربون أن الآن ما في طلاب لأن يوم الثلاثاء هم عندهم فقط دروس أونلاين، وراح نشوف مع بعض الآن أستاذ قاسم وهو أونلاين مع الطلبة. مرحبا أستاذ قاسم. يعطيك العافية إن شاء الله. أستاذ قاسم إيش القدم الآن للطلاب؟ أوكي مستر نديم، I've just been like هاي الحين ده أنا co-teaching مع مستر نديم. مستر نديم I've just got somebody in and think they are well Mr. Muhammad will explain later, but just right. So I'm telling them that I am co-teaching here. Yeah, no problem, just helping out. So what I'm doing now with Mr. Dean, he's a business administration teacher, or he's a business teacher, and he teaches them in English, and I reply, and this is his lesson, and then just me being respectful of his presence. Yeah. This is a year 12.
12. Year 12. شباب معانا الأستاذ حزن الساعي. أستاذ حزن الساعي شباب معانا الحين جاي. أوه ما شاء الله. Oh great. You're a great Twitter. ما شاء الله. هاي أستاذ حسن الساعي شباب هو من يعني من أشهر الناس في قطر في التويتر ما شاء الله وكلامه دائما طيب ومؤثر. فرصة سعيدة. شكرا أستاذ. شكرا لك. Okay here we go. So المنهج المتبع في أكاديمية العوسج هو المنهج الأمريكي في مادة الرياضيات اللغة الإنجليزية والعلوم بالإضافة إلى مناهج التربية والتعليم في اللغة العربية والتربية الإسلامية وتاريخ قطر وطبعا مع تكييف جميع هذه المناهج لتناسب احتياجات طلاب العوسج. نحن نحفز أيضا الخيال عند عيالنا من خلال طبعا أمنياتهم وأفكارهم للمستقبل، فمثل ما نشوف هذه بعض الأعمال الخاصة لطلابنا وطالباتنا من خلالها طبعا ترسم للمستقبل إيش بدها تكون. مثل ما نشوف طبعا أكاديمية العوسج تم تصميمها بحيث تكون بيئة جاذبة للطلاب، بيئة مريحة للطلاب، وأيضا تتناسب مع أعمارهم وأيضا قدراتهم. شروط التسجيل في أكاديمية العوسج تخضع لعدة معايير. أولاً تبدأ بتقديم الطلب الإلكتروني، استيفاء كل المستندات المطلوبة في الطلب الإلكتروني، ومن ثم يخضع الطالب إلى اختبار قبول. هناك لجنة قبول تعتمد على مدرس الصف، مدرس اللغة العربية، الأخصائي الاجتماعي، أخصائي النطق، الأخصائي علاج الطبيعي، والأخصائي النفسي. وبعد الانتهاء من عملية اختبار الطالب تجتمع اللجنة ويتم تقرير إذا كان الطالب يصلح للدراسة في أكاديمية العوسج أم لا، وذلك على حسب معايير القبول في أكاديمية العوسج. أحد صفوف الصف 12 ببرنامج البرايم مسائي، مثل ما شايفين أنه الطلاب مستعدين وكلهم جهوزية تامة ليبلشوا المحاضرة. عندنا مس نانسي هي مدرسة اللغة الإنجليزية وهلأ ابتدى الصف الساعة 3:30 تماما. يعني لغاية الساعة كم إن شاء الله؟ هذا أول حصة بتنتهي 4:15 45 دقيقة، بعدين حصة تانية بيجي مدرس تاني وهيك لخمس حصص اليوم. خمس حصص. برنامج برايم هو خاص للشباب اللي ما حصل لهم الظرف انه ينجحوا بالثانوية العامة، فهي فرصة لقلهم انه يجوا يلتحوا بالبرنامج عندنا. طبعا بمجهودهم واجتهادهم بيقدروا يتعدوا السنة وينجحوا يعني بالبرنامج. طبعا كله بيعتمد على مجهودهم هذا ودراستهم. الثانوية فقط ولا الإعدادية؟ عندنا صف 10، 11، و12، يعني الأول ثانوي، ثاني ثانوي، وثالث ثانوي، بس الأغلبية الطلاب هن بصف الثالث ثانوي. برنامجنا هو برنامج أمريكي، التلاميذ بيتخرجوا بالهاي سكول، هاي سكول سيرتيفيكت اللي هي الصف 12 برنامج أمريكي، بيتعدل بالثانوية العامة. طبعا الطلاب لازم ياخذوا المواد اللي هي الرياضيات، الإنجليزي، سوشيال ستاديز، ساينس، عربي، وإسلاميك ستاديز. فهول المواد لازم كل الطلاب ياخذوها السنة. وطبعا ليتخرج الطالب لازم يحصل على 25 وحدة. الوحدة بتتألف يعني كل سنة، العربي مثلا سنة كاملة بيعتبر وحدة، الرياضيات كمان وحدة، وهلا مجرى يعني من صف التاسع 10، 11، 12 من عد الوحدات اللي أخذينهم الطلاب على أساس منقرر إذا بيتخرج أو لا. طبعا لازم يكون ناجح بكل هالمواد. هذا صف سوشيال ستاديز. هلا السوشيال ستاديز بيتدرس، يعني انا اخترت الاساتذه بايلينجوال بشكل انه يدرسوا بالانجليزي والعربي نفس الوقت. يعني التاريخ هلا عم بيدرسوا عن تاريخ الحروب، الحرب العالميه الاولى والثانيه، بيدرسوها بالعربي والانجليزي اثنين سوا، والطلاب لازم يعرفوا يجاوبوا بالانجليزي وبالعربي. هذا برنامج السوشيال ستاديز.
مثل ما شايف هلا الطلاب عم بيحضروا دوكيومنتري يعني عن الحرب العالمية الأولى أسبابها. وأستاذ زايد طبعا هو من قطر أكاديمي فور ساينس اند تكنولوجي. نحن كل المدرسين من مؤسسة قطر، من مدارس مؤسسة قطر، يعني النخبة من مدارس مؤسسة قطر بيشاركوا بالبرنامج. لا، هذه المدرسة هي مدرسة خاصة للطلاب اللي عندهم بعض التحديات التعليمية في مادة تعليمية أو أكثر. هذول الطلاب يعني تقطعت بهم السبل في مدارس أخرى، ما يعني ما شافوا احتياجاتهم الأكاديمية بالشكل المطلوب. إحنا منقدم مادة تعليمية توائم مستوى هذول الطلاب، ومنحاول قدر الإمكان إنه نراعي عدد الطلاب في الفصول، لأنه أغلب الطلاب هذول طلاب بيعانوا من عدم تشتت في التركيز، وبيعانوا من ضعف في التركيز نتيجة الأعداد الموجودة في الفصول. الفصول الدراسية عندنا تحتوي تقريبا على 10 طلاب. في عندنا نظام اللي هو التدخل، اللي هو نظام الانترفينشن. الطلاب اللي بحاجة للتدريس 1-to-1 بتم استدعائهم من الفصول الدراسية في بعض المواد التعليمية اللي بيعانوا منها صعوبات. عندنا طلاب عندهم صعوبات في مواد محددة في الطالب، ومنحاول قدر الإمكان نقدم له مادة تعليمية يعيش فيها تجربة نجاح. هي أول ثاني ثالث ثانوي فقط؟ هي نعم، الصف العاشر والحادي عشر والثاني عشر. راح تكون في مستقبل إعدادي ولا؟ والله نتمنى. نتمنى يعني. طب شو سر الإقبال الكبير على المدرسة هذه؟ السر لأنه المدارس اللي بتخدم طلاب ذوي صعوبات التعلم، المدارس عددها قليل. وإحنا على سبيل المثال الإقبال مش فقط في البرنامج المسائي، بعد الإقبال أيضا في البرنامج الصباحي. يعني إحنا قوائم الانتظار حتى في البرنامج الصباحي قوائم انتظار يعني موجودة بأعداد. فالبرنامج المسائي حاله حال البرنامج الصباحي، نخدم إحنا فئة من الطلاب. هذه المدارس التخصصية مش متوفرة بشكل عام. سمعنا كثير عن الحضور والغياب في أكاديمية العوسج خاصة الفترة المسائية، والبعض يقول إن هناك في تساهل من قبلكم. حقيقة إحنا السنة هذه إحنا عازمين إن شاء الله على تطبيق سياسة الحضور والغياب المتبعة في جميع مدارس المؤسسة. إحنا بالنسبة للسياسة هذه تستدعي على الطالب إجباري حضور 90% من الحصص الدراسية. هذا الشرط الأول لتقديم الاختبار النهائي. بالنسبة لهذه السياسة أيضا بتستدعي أنه الطالب إذا جاء في الوقت الحصة هو يعني حاضر، لكن إذا جاء متأخر من 5 إلى 10 دقائق بيسجل على السيستم تأخير. بعد تأخيره ربع ساعة ممنوع من دخوله الحصة، لأنه دخول الحصة حيعمل مقاطعة للمعلم ومقاطعة لتركيز الطلاب. فإحنا بنتبع سياسة السنة هذه في تجديد كبير إن شاء الله، في تجديد في تطبيق سياسة الحضور والغياب، وناويين إنه 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 الغياب إذا كان غير مبرر، إحنا طبعاً في النهاية تربويين وإحنا دائماً إلى جانب طلابنا، لكن إذا كان الغياب غير مبرر بعذر مقبول من قبل لجنة شؤون الطلاب، هو ليس الأمر فردي، هو تابع للجنة شؤون الطلاب، إذا كان غير مبرر هذه السنة ناويين نحرم من دخول الامتحان النهائي.